زي ما انتوا شايفين كده تقدر تجيب كلاد بالهبل بالاي كي ام ده، اجمد سلاح في اللعبه. بص بس يا شباب على الكومنتات، واحد كاتب لي بيقول لي بودا ذا شوتر بيقول في الستريم بتاعه ان الام 4 احسن سلاح. بودا مين يا جدعان؟ هو كلها بقت ستريم؟ ايوه يا جماعه انا بودا ذا شوتر، وبقول لكم ان الام 4 احسن سلاح في اللعبه، واللي هو غير كده يبقى نوم. يا جدعان انتوا عارفين الاي كي ام ده؟ ده كلاشينكوف. ايه يعني كلاشينكوف يعني؟ يكرم لاجل محمد رجب. يا جدعان هو الام 4 ما سهرناه. يا جدعان انتوا فاهمين الدمج بتاع السلاح ده قد ايه؟ طب وعلى ايه؟ هدوقه لكم دلوقتي. شفت الدمج؟ سامعين الصوت؟ انا الروف بتاعي اتبهدل. يا جدعان اللي بيكل ما بيقولش، واللي بيدمج ما بيتكلمش. ها؟ اه جدعان السكواد بتاعي كله جاهزين بالاي كي ام. يلا جاهزين، السلاح جايين. انتوا اللي خايفين يا جدعان. الشوتنج اكيورسي بتاعته 200، انتوا عارفين ليه اقل 200؟ والله ما اقعد القعده دي. والله ايه الطرب ده يا عم؟ ايه الطرب؟ ايه الجمال ده؟ 5 ايمنج ستار، 3 بالله العظيم جبار. عبد محمد خليك في الشباك ثاني، ثانيه واحده. بسرعة يا محمد، انت بجرب حاجه. يا محمد كبر، يا محمد دينجر، يا محمد كبر. تعالى ابو ابو بسرعة، ابو بتاعي اتطلق. معلش يا جماعه نكمل الستريم. ايه ده؟ محدش موجود ليه؟ طب يا جماعه اللي يدخل يقول الصوت تمام. ها وانا تمام، انا عايش الحمد لله. اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. سنه 1941 وفي احدى المستشفيات السوفيتيه صحي ميخائيل كلاشينكوف الرقيب وقائد الدبابه المصاب من نومه على صوت دوشه في عنبر المرضى. يا ساتر يا رب، في ايه؟ مصدر الدوشه دي كان زمايله العساكر اللي حاربوا معاه واتصابوا اصابات شديده في معركه بريانسك قدام النازيين. ولما سالهم كلاشينكوف بتتكلموا في ايه، كان كلامهم كله غضب على القاده السوفيت اللي سابوهم يحاربوا في معركه غير متكافئه مع الالمان. كلاشينكوف قال لهم سوري والله يا شباب، انا كنت في الدبابه، احكوا لي ايه اللي حصل، ما مش واخد بالي. قالوا له اسمع مستر كلاش، العساكر ما كانش عندها مشكله في قسوه القتال ضد النازيين، ولكن المشكله كانت في السلاح اللي طلب منهم يحاربوا بيه. تخيل عزيزي المشهد التالي، ثلاث عساكر سوفيت على خط النار بيتشاركوا كلهم في بندقيه واحده تقيله وقديمه، لو فكروا يضربوا بيها نار الارتداد بتاعها ممكن يخلع كتف اللي ضرب. كل ده قصاد جندي نازي واحد برنس مع رشاش متطور قادر يحصدهم كلهم في لحظات، تش 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 يرقدهم كلهم. الحقيقه عزيزي ان كلاشينكوف بعد ما سمع الملاحظات دي ما رجعش يكمل نومه او يوبخ العساكر. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انما طلب ورقه وقلم وبدا يفكر في اختراع هيغير المشهد العسكري والعالمي للابد. في هذه الحلقه عزيزي انا هكون كريم معاك، مش كنت احمد؟ النهارده هبقى كريم معاك يا عزيزي، لاني هحكي لك حكايتين مش حكايه واحده، بطلهم هذا الاختراع اللي قاعد كلاشينكوف دلوقتي بيشخبط في تصميمه. الحكايه الاولى يا عزيزي بتبدا مع بدايه الحرب العالميه الثانيه. ساعتها جيوش كتير ادركت ان مش مهم يكون معاك بندقيه ممتازه وبتشتغل كويس، انما المهم تكون هذه البندقيه مناسبه لميدان الحرب اللي انت فيها. مثلا السوفييت كانوا بيحاربوا اسلحه زي البندقيه موس النجد، ورغم انها بندقيه قديمه الا ان المدى بتاعها كان ممتاز، بيوصل ل 800 متر بالتلسكوب، ورصاصتها عيار 54x7.62، عيار قوي وثقيل. ده يا عزيزي العيار اللي يصيب ويدوش. بالفعل عزيزي كان عيار تقيل قوي بيخلي القتل مؤكد الضحية مع دقة تصويب مذهلة. الألمان بقى كانوا بيستخدموا أسلحة زي الكارباينر 98K، عيار 57x7.92، ده عايز تحس هوت لاين من السلاح. السلاح ده كان فيه نفس المميزات وبرضه فيه دقة تصويب ممتازة، ولكن الجيشين دول لقوا إن في معارك الالتحام المباشر كل مزايا الأسلحة دي تحولت لعيوب. طول البندقية وتقل حجمها كان مشكلة كبيرة، في اشتباك المفروض إنه بيحتاج جندي بيتحرك بسرعة، كمان حجم الذخيرة التقيل ما كانش بيسمح للجنود إن هم يبقوا شايلين ذخاير احتياطية أكتر، فكان طبيعي جدا الذخيرة تخلص منهم. ووقت اطلاق النار ارتداد السلاح بيكون عنيف جدا على كتف الجندي، فتخيل يا عزيزي انت ماشي في المعركه ولقيت جندي معاك وماسك كتفه كده اهو، تقول له ايه؟ مين اللي صابك في كتفك يا محمد؟ فيقوم قال لك لا ده كتفي اتخلع من البندقيه بتاعتنا. وحتى دقه التصويب الممتازه اللي كانت البنادق دي بتوفرها ما كانتش ميزه كبيره قوي يعني وقتها، لان في الاشتباك المباشر العدو اللي قدامك مش محتاج ان انت تصطاد بدقه، ما هو جاي عليا وقريب مني، لو لوشت هجيبه. الحقيقه يا عزيزي ان السوفييت كانوا مدركين المشكله دي من قبل الحرب وحاولوا يحلوها بطريقه متواضعه ولكن ذكيه.
وهي التركيز على العنصر البشري. وسنة 1932 طوروا ألموس النجان عشان تكون سنايبر رايفل، لأن مزايا البنادق القديمة ما بتفيدش الجندي إلا لو كان قناص مدرب يضرب من بعيد، ساعتها المدى البعيد ودقة التصويب هتكون في صالحه. وده بالفعل اللي حصل في الحرب العالمية الثانية. السوفييت كان عندهم فرق قناصة متخصصة، منهم 2000 قناصة ست، أشهرهم ليودميلا بافليتشينك اللي كانت عزيزة ملقبة بريديو أوف ديث. الست دي عزيزة قتلت في خلال الحرب 309 ضحية مؤكدة. دي عزيزة شكلها بسكوتاية بس هتعورك. لو عملت أي بحث هتلاقي 9 من أفضل 10 قناصة في الحرب دي كانوا سوفييت. ولكن الألمان يا عزيزي لأنهم ألمان قرروا يحلوا نفس المشكلة بشكل مختلف، بأنهم يركزوا على المكنة نفسها بتحويل الأسلحة اليدوية لرشاشات أوتوماتيك تنجح في الاشتباك المباشر حتى لو خلصت مزاياها القديمة. وهي دي العقلية الألمانية يا إبراهيم. وده الفرق اللي لاحظه الجنود في معركة بريانسك لما شافوا تواضع بنادقهم قدام الرشاش الألماني الام بي 40، واللي برغم قوته اللي وصفها العساكر لكلاشينكوف ما كانش الألمان مطلعين قوي بكفاءته. يخرب بيتكم ده مجنن العدو مش عارف ينيمه، مش عاجبنا. وكان عزيز الألمان بيطوروا بندقية عشان تبقى فعالة أكتر. من هنا هيفكر كلاشينكوف في تغيير البندقية القديمة بشكل جذري ويعمل زي الألمان اللي قدروا يتوصلوا أخيرا لبندقية اعتبرها هتلر الأمل في إنهاء الحرب، الستورم جوير 44 أو بندقية العاصفة، اللي اعتبرها المؤرخين أول بندقية هجومية في العصر الحديث. ورغم ان الحرب انتهت بهزيمه النازيين الله يخرب بيتك يا موسوليني وما لحقش هتلر يحقق الانتصار ببندقيه العاصفه، الا ان السوفييت ما بطلوش تفكير في تطوير بنادقهم وطلعوا نماذج زي الاي اس 44 على ايد المهندس السوفيتي أليكسي سيدايف. دي طبعا تجنبت عيوب البنادق القديمه بس وزنها كان تقيل جدا 5.6 كيلوغرام، فاشتغل أليكسي على نموذج افضل. لكن فجاه يا عزيزي أليكسي بيموت سنه 1946 عن عمر لا يتجاوز ال 34 سنه. ودي يا عزيزي زي ما كان صدمة لأهله زي ما كان صدمة للقادة السوفييت. طب يا كابتن استنى خلص سلاحه وبعدين يبقى موت براحتك. الراجل اتخطف في عز شبابه وخد سير البندقية معاه، ودي كانت صدمة للقادة السوفييت. وهنا عزيزي فكر ستالين في حل يائس وبائس، وهو ان الجيش يعمل مسابقة سرية لصنع تصميم مثالي للبندقية السوفييتية بدون واسطة ولا تعقيدات بيروقراطية. ده ستالين يا ابو حميد يبدو عزيزي ان كان له برضه حاجات، اي حد من حقه يقدم، المهم المسابقة تنتهي بتصميم يوصل لكفاءة تقارب بندقية العاصفة الألمانية. ودي عزيزي هتكون فرصة لصديقنا كلاشينكوف اللي خد تصميماته معاه وراح قدم بالفعل في المسابقة. ورغم انه رقيب ما تلقاش اي تعليم منظم في هندسة التسليح الا انه اتقبل، وبقى تحت ايده هو 14 متسابق فريق كامل ينفذ لهم تصميماتهم. وبعد محاولات كتير جه يوم التحكيم يا عزيزي، وقدم كلاشينكوف بندقيته اللي بيقول الشهود ان منافسه مصمم الاسلحة المرموق فاسيلي ديكتياريف، اللي اول ما شاف سلاح كلاشينكوف سلم نفسه سقط قليلا يا عزيزي، قرر ينسحب احتراما وتقديرا لهذا الكبير بدون عرض تصميمه. لا مش هنقدم. سلاح كلاشينكوف مش بس تفوق على المتسابقين وانما تفوق على البندقيه الالمانيه ذات نفسها. وفي تلك اللحظه اتولد الاي كي 47 اوتوماتيك كلاشينكوف 1947 اللي هو عزيزي بي 41 بتاع كاونتر سترايك. بتجيب يا عزيزي بي 41 او 3 او 4 وتخش الباب الخلفي. ايش رايك يا عزيزي ازاي الاي كي 47 كان ثوره في عالم الاسلحه؟ كلاشينكوف شايف ان عدم تصميم السوفييت البندقيه المثاليه لحد دلوقتي هو اللي انا قلته حالا ده، انهم كانوا بيدوروا على بندقيه مثاليه ما فيهاش غلطه. كلاشينكوف اتبع مبدا بيرفكشن از ذا انمي اوف جود انف. الحسوكه يا عزيزي عدوه الحاجات كويسه، المثاليه ابعد عنها يا عزيزي ربنا يحفظنا منها. عشان كده عزيزي دايما احب ان انا اخطئ. فهنا عمك كلاشينكوف قال ان بندقيته هيكون عيارها 39 × 7.62، ايوه وسط حاجه كده بين ذخيره البنادق وذخيره المسدسات، وزنه اخف بكتير من الذخيره القديمه، فالجنود يقدروا يشيلوا ذخيره اكتر. وزن الكلاشينكوف يا عزيزي في حاله التسخير الكامل 4.3 كيلوغرام. متخيل يا عزيزي ان وزن القطه من 4 لـ5 كيلو؟ يعني كلاشينكوف بيقول لك شيل قط صغنن كده وحارب بيه الى الاميو. كمان مدى البندقيه مش بيتخطى 400 متر عكس البنادق القديمه اللي كانت ممكن توصل ل 800. الحق يا عزيزي لان كلاشينكوف عاش في حرب شاف فيها مجندين صغار السن مطلوب منهم في وقت قليل يتعلموا سلاح قديم معقد، كتير منهم بيروح ضحيه بسوء استخدام، فقرر يا عزيزي ان سلاحه يكون سولجر بروف، سلاح مش محتاج جندي، اي انسان ممكن يتعلم استخدامه ويستخدمه في اسرع وقت. حسب التجارب يا عزيزي طفل عمره 8 سنين خلال ساعه تدريب واحده يقدر يتعلم فك وتركيب الكلاشينكوف، لانه يا عزيزي لوس تولرنت. ده معناه يا عزيزي ان السلاح مش قطعه واحده ولكنه متكون من 8 قطع منفصلين زي لعبه البازل كده يا عزيزي، صعب تتلخبط فيها لان كل حته بتتحط في حته واحده مش ما ينفعش تحط في كذا حته ثانيه. كمان كلاشينكوف استفاد من حياته قبل الجيش كميكانيكي في مصنع جرارات في تومسك اوبلاست في سيبيريا، وهناك كان مطلوب منه يحافظ على صيانه الالات في ظروف بيئيه لا ترحم، فصمم سلاح يتحمل اي بيئه مهما كانت قاسيه. عشان كده عزيزي صلاحيه قطعه الكلاشينكوف بتوصل من 20 لـ40 سنه. المميزات دي هتخلي الاي كي 47 هو السهل
للممتنع، لكل حروب الالتحام المباشر، بندقية رخيصة في تصنيعها، حلولها بسيطة لدرجة تخليك تستغرب ازاي ما حدش فكر فيها قبل كده. سلاح لا يمكن يعطل جندي صغير ولا عيوبه تسبب قتله، وده هيخلي كلاشينكوف يتحول من رقيب لرمز للاتحاد السوفيتي وياخد أوسمة زي وسام لينين والنجمة الحمراء. وهنا يا عزيزي بتنتهي حكايتنا الأولى، واللي كان كلاشينكوف في نهايتها بطل وطني. اللي فات يا عزيزي كان القصة الأولى، دي القصة الثانية. اعتمد الجيش السوفيتي سلاح الـ AK-47 كسلاح رسمي سنة 1949. نجاح السلاح الجبار خلى السوفيت يعتبره في البداية سر حربي، ولكن يا عزيزي تحديات الحرب الباردة اللي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية زي مثلا تشكيل حلف الناتو سنة 1949 اللي ضم أمريكا ودول أوروبا الغربية خلى السوفيت يعملوا حلف مضاد وهو حلف وارسو سنة 55. كون يا عزيزي السوفيت بقى معاهم الألاينس بتاعهم، الناس اللي معاها مش هيسيبوهم ضعفاء، محتاج يدوهم أسلحة، ومن هنا اضطروا ان هم يشددوا لهم الكلاشينكوف. ولو ان مصانعهم مش كفاية عشان تلاحق على الانتاج اللي يكفي دول كاملة، فقرروا يا عزيزي يدوا الدول دي رخصة تصنيع سلاح وذخيرة الكلاشينكوف. عشان كده بتقدر المصادر وجود تقريبا 100 مليون قطعة كلاشينكوف في العالم، نصهم على الاقل مصنوع خارج روسيا. الغريب يا عزيزي ان في بنادق كلاشينكوف اتصنعت برا روسيا اتشهرت بكفاءتها المحلية بشكل يوازي الكلاشينكوف الروسي. زي مين يا عزيزي؟ زي البندقية اللي انتجتها شركة المعادي للصناعات المصرية. المعادي يا ابو حميد بتنتج اسلحة والمعروفة عالميا على مواقع الاسلحة باسم بندقية المعادي، زي ايجيبشن معادي، واي هاوي الاسلحة بيعرفها عالميا برقم 54 اللي منوش عليها بالعربي. احنا عايزين نتنمر على بتوع المعادي ونقول خناقات المعادي ومش عارف ايه، وفي بندقية عزيزي معروفة في العالم كله باسمهم. الانتشار ده يا عزيزي كان اكبر اختبار ممكن تحط فيه كفاءة الكلاشينكوف في الاستخدام وفي البيئات المختلفة. ورغم ان الغربيين شافوا الكلاشينكوف لاول مرة سنة 1956 خلال قمع السوفيت لثورة المجر، إلا إنهم هيشوفوه عن قرب في تعارف مرير، حرب فيتنام. حرب فيتنام يا عزيزي يعني المستنقعات، الغابات الطينية والحشائش الطويلة، وكل اللي اتعلمته في الجغرافيا ومعرفتش تحفظه موجود في الحرب دي. استخدم ساعتها يا عزيزي مزارعين الفيت كونغ الغير مدربين سلاح الـ AK-47، لكنهم يا عزيزي اتفاجئوا، واستخدم الجنود الأمريكان الـ M16، ولكنهم اتفاجئوا إن الـ M16 السلاح الأمريكاني محتاج تنظيف باستمرار وبيعاني من انسداد وتآكل بسبب المستنقعات اللي هم فيها، ولقوا نفسهم يفقدوا في كل اشتباك من 30-40% من قوة النيران بتاعتهم. بينما عزيز المزارع الفيتنامي الرايق اللي ما عندوش خبرة في الحروب ماشي يتمخطر بالكلاشينكوف يقع في مستنقع يقوم من مستنقع والسلاح يطلع شغال، ما اللي عامله كان شغال في الجرارات في سيبيريا مش في الجونة. وهنا وصل اليأس بالجنود الامريكان وقتها انهم كانوا بيصدقوا يقتلوا اي فيتنامي عشان ياخدوا قطع كلاشينكوف ويكملوا بيها الحرب، بتحاربوا بالروسي. ويا عزيزي كانت فضيحة خلت وزير الدفاع الامريكي وقتها روبرت ماكنمارا يضغط على البنتاجون لتصنيع بندقية AR-15 المعادل الأمريكي للكلاشينكوف. في الحقيقة عزيزي ان خلال الخمسينات والستينات هيتحول الكلاشينكوف من سلاح ناجح لرمز استقلال، رمز استقلال لكل الدول اللي تحررت من الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية وتحالفت مع الاتحاد السوفيتي. دول هتحط الكلاشينكوف كرمز وطني على العالم بتاعها زي موزمبيق مثلا، او على الزي العسكري زي بوركينا فاسو وزيمبابوي وتيمور الشرقية، تحسوا كفر يا عزيزي او نوع مانجا. وفي مصر لو زرت الاسماعيلية هتلاقي نصب تذكاري كبير على شكل سمكي وفوهات كلاشينكوف لشهداء معركة الاسماعيلية سنة 1973. الرمزية الثقافية دي عزيزي هيتولد قصادها رمزية مضادة من دول زي أمريكا اللي سمت الكلاشينكوف ذا باد جاي واستخدمته هوليوود في كل أفلامها كإشارة إن اللي ماسكه هو الباد جاي أو شرير الفيلم، ولكن ده ما أثرش على شعبية السلاح، بالعكس شهرته عدت عالم الواقع. إيه أنا أبو حميد عدت عالم الواقع؟ دخل في كل بيت والأطفال بيلعبوا بيه ويجز غناله يعني؟ يا عزيزي حسن الكلاشينكوف أي طفل بيلعب جيمز عارفه وحافظ شكله من أيام ميدل أوف أونر لحد فري فاير اللي فيها أشكال كتير من AK-47 معروفة باسم السكينز، كل سكين بيبقى لون مختلف السلاح وبتختلف قدراته بين لون ولون تاني حسب قوة الإصابة ومداها. كده يا عزيزي احنا قدام سلاح انتشر لدرجة انه بقى جزء من تسليح جيوش لحوالي 106 دولة، ولكن يوسفنا اقول لك ان السلاح ده هيشهد 3 موجات انتشار تانية اكبر واخطر هيبدأوا من السبعينات. سنة 1974 طرح الاتحاد السوفيتي الـ AK-74 وزنه اقل من الـ AK-47 بكيلو جرام كامل وقوته 650 طلقة في الدقيقة بدل 600 طلقة ومدى 600 متر بدل 400 متر، يعني حجم اقل وطلقة اكتر ومدى أبعد. وده خلى الـ AK-47 سلاح قديم عفى عنه الزمن نقول له حاج، وقرر يا عزيزي الاتحاد السوفيتي انه يودعه. وده يا عزيزي ادى لطرح كميات كبيره جدا من الـ AK-47 للبيع، ما احنا مقناش عايزينه خلاص بقى معانا الجديد. ومع اكتفاء دول كتير منه في السنين اللي فاتت لقت الاسلحه دي طريقها للكيانات الاصغر من الدول زي الفصائل المسلحه والمتمردين في افريقيا واسيا وكارتلات المخدرات في المكسيك، ودي الموجه الاولى. اما الموجه الثانيه فكانت سنه 79 لما قرر الاتحاد السوفيتي غزو
باكستان. طلبوا المقاتلين الافغان وقتها من المخابرات الامريكيه وباكستان تزويدهم بالكلاشينكوف عشان يقدروا يواجهوا الغزو الروسي. في كتابه AK-47 The Weapon That Changed the Face of War بيقول لاري كهامر ان مسؤول CIA في باكستان هوارد هارت هيتولى استيراد مئات الالاف من الكلاشينكوف من مصانع الصين للافغان، وان الصفقه دي هتكمل بعدها امريكا كاكبر مستورد وموزع للكلاشينكوف. تخيل يا عزيزي، امريكا ولاول مره في افغانستان هيشوف السوفييت رصاصات الكلاشينكوف وهي بتضرب عليهم. اوه هذا لا يحدث كل يوم. ووصلنا للتسعينيات، هتيجي الموجه الثالثه والاعنف لما يسقط الاتحاد السوفيتي سنه 91، فتختفي 80% من ترسانه الاسلحه السوفيتيه الصغيره، واغلب هذه الترسانه كانت من نوع ايه؟ برافو عليك يا عزيزي الكلاشينكوف. والاسلحه دي تتهرب او تتباع او وات ايفر لكل مناطق النزاع المسلح في العالم. واحد يسالني يا ابو حميد، ليه دونا عن كل الاسلحه فضلت التنظيمات المسلحه الكلاشينكوف؟ فاكر يا عزيزي في حكايتنا الاولانيه لما صنع ميخائيل كلاشينكوف AK-47 بمواصفات تخلي اي طفل يقدر يستخدمه؟ ده خلاه مناسب لتنظيمات كتير بتجند بشكل اساسي الاطفال للقتال. الاحصاءات بتقول ان من 200 ل 300 الف طفل في العالم بيشاركوا في نزاعات باستخدام الكلاشينكوف. كمان صلاحيه الكلاشينكوف لكل البيئات بتخليه مناسب لكل النزاعات من الصومال لفيتنام. كلاشينكوف يا عزيزي هو بيومي فؤاد اسلحه بيلعب دور في كل حرب. اخر واهم نقطه يا عزيزي، ان كلاشينكوف صمم سلاحه بحيث يكون ثمنه رخيص فيبقى سهل تصنيعه محليا، وده خلى التنظيمات المسلحه زباين ممتازين لانهم هيطلبوا منه كميات كبيره مش زي الافراد اللي كل واحد فيهم هيطلب قطعه واحده. وده يا عزيزي بيبان في فرق سعر الكلاشينكوف من بلد للتانية، في الوقت اللي قطعة الكلاشينكوف الواحدة في أمريكا ممكن يوصل سعرها ل 10,000 دولار، في أفريقيا بقى من كتر الطلب على الكلاشينكوف اتسمى ذا أفريكان كريديت كارد. مثلاً في ليبيريا تشارلز تايلور سنة 90 كان بيجمع المتمردين في حربه ويوزع عليهم كلاشينكوف مجاناً عشان يقوموا بعمليات سرقة وسطوعه بالمرة يساعدوه في وقت فراغهم. وفي تصريح للأمين السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، ده اللي بيهرب عن قلق أبو حميد، لا عزيز ده اللي بيشجب ويدين، ده اللي ده بان كيمون. كوفي قال إن ثمن السلاح في دول العالم الثالث وصل أحياناً سعر فرخ او 15 دولار، وكل ما بيزيد الطلب كل ما بيقل السعر. مثلا في دراسه للفورن بوليسي لقيت ان سعر الكلاشينكوف في كينيا سنه 86 كان ما يعادل 15 بقر، بينما في 2005 كان سعره بيعادل 4 بقرات بس. فرق الاسعار ده يا عزيزي خلى مصنع ازفيس المصنع الروسي الام لكلاشينكوف يعتمد في 2012 بشكل مستقبلي على مبيعات السلاح للامريكان المدنيين اللي بيفضلوا الكلاشينكوف كسلاح صيد. 70% من مبيعات المصنع لمدنيين في امريكا. تخيل يا عزيزي مصنع روسي بيصنع سلاح روسي، 70% من مبيعات مصنعه لمدنيين و40% منهم امريكان. وده بيخلي الكلاشينكوف ونسخته الامريكيه AR-15 اسلحه مفضله في الماس شوتينج اللي بيقوم بيه كتير من المراهقين الامريكان، زي المراهق الامريكي روبرت هوكنز اللي قتل 9 اشخاص في مول في ولايه نبراسكا سنه 2007 باستخدام الكلاشينكوف، وزي حادث اطلاق النار الاخير في مدرسه ابتدائيه في جنوب تكساس في مايو 2022، واللي راح تحيته 21 بني ادم منهم 19 طفل، واستخدم فيه القاتل بندقيه AR-15 الامريكيه اللي استخدمها مسلحين في 11 حادث ماس شوتينج من 2012 لحد دلوقتي. باختصار كده كل المزايا اللي صنع بيها عمنا ميخائيل كلاشينكوف السلاح ده عشان ينقذ بيه وطنه كانت هي نفس المزايا اللي خلته السلاح المثالي لكل الارهابيين والمتمردين وحتى المراهقين حول العالم. اي حد يا عزيزي ممكن يستخدم السلاح في اي غرض. لو سالت اي حد ايه اخطر سلاح في العالم غالبا هتكون الاجابه القنبله الذريه، رغم ان ضحايا القنبله الذريه لا يتجاوز ال 200,000 حسب ورقه بحثيه سنه 2006 بعنوان The Economics of Small Arms. العالم فيه 500 مليون قطعة سلاح ناري، 100 مليون منهم كلاشينكوف، ومن بين 75 ل 100 شخص في العالم هناك واحد بيمتلك قطعة كلاشينكوف. ده بيخلي يا عزيزي عدد الضحايا اللي بيموتوا بهذا السلاح وانواعه المختلفة 250 الف ضحية سنويا، يعني اكتر من كل اللي ماتوا بسبب القنبلة الذرية. وده خلى الباحثين يسموا السلاح ده Weapon of the Century، سلاح القرن. في حكايتنا الاولى كلاشينكوف كان بطل وطني، وفي حكايتنا الثانية كان مخترع مخيف، صنع سلاح كان حاضر في تقريبا كل الحروب والنزاعات في العالم. طب كده كلاشينكوف مين فيهم، بطل وطني ولا مخترع مخيف؟ في حوارات مع كلاشينكوف كان ساعات بيرفض الحكايه الثانيه ويصمم انه بطل وطني، وان ثمن الفاتوره الاخلاقيه لكلاشينكوف يدفعه النازيين لان هم اللي خلوه مصمم اسلحه، بينما هو كان عايز يكون شاعر. غريب جدا كلاشينكوف ده. تخيل عزيزي ان كل الصراعات اللي في العالم دي واللي لحد دلوقتي مأثره علينا في حياتنا في يومنا سببها ان هتلر كان نفسه يبقى رسام وما عرفش، وكلاشينكوف كان نفسه يبقى شاعر وما عرفش. لكن كلاشينكوف
كلاشينكوف في لقاءاته الأخيرة قال إن لما شاف سلاحه في إيد أطفال وإرهابيين اتمنى لو كان اخترع حاجة مسالمة وبسيطة ما تعملش كل هذا التأثير في العالم، وكان نفسه بدل كل ده يخترع حاجة بسيطة زي جزازة العشب مثلا. الراجل العزيزي ندم، بس بعد إيه؟ هو في آخر سنة في حياته بعت جواب للكنيسة الروسية قال لهم فيه إن ألم الروحي لا يطاق، وبيسأل لو بندقيته حصدت آلاف الأرواح فهل هو كمسيحي مؤمن يلام عليها؟ ومضى على الجواب ده لأول مرة مش برتبته الفخرية لوتنانت جنرال، إنما كتب سليف أوف جاد ذا ديزاينر ميخائيل كلاشينكوف. حد ممكن يقول لي طب ما ألفريد نوبل عمل جايزة نوبل يا أبو حميد عشان يكفر عن اختراعه للديناميت واللي برضه اتسمى بسببه تريدر أوف ديث تاجر الموت، ليه كلاشينكوف ما عملش شيء إنساني بأرباح سلاحه الفلكية دي؟ حاجة تريح ضميره، وأكيد أرباح كلاشينكوف بشعبيته حاجة باعت أكتر من 100 مليون هتبقى أضخم من أرباح الديناميت. الحقيقة المؤسفة إن نوبل كان صانع أسلحة من السويد، السويد ها؟ سويد، إنما كلاشينكوف كان صانع أسلحة من الاتحاد السوفيتي، يعني الأرباح كلها رايحة للدولة. كلاشينكوف عاش حياته كلها معتمد على المعاش التقاعدي بتاعه زي موظفين الحكومة بالظبط، يعني أنت لو كنت قاعد في روسيا وقتها كان ممكن تقابله في طابور التموين عادي، وظروفه المعيشية ما تحسنتش غير في 2004، كان عمره وقتها 85 سنة لما اتسمح له يبيع حقوق اسمه لبراندات تجارية أشهرها كلاشينكوف فودكا. تخيل عزيزي يوم ما يتوب من صناعة الأسلحة يحط اسمه على الفودكا، مصمم يدخل النار. ممكن نعتبر اللي قلناه ده حكايتين او حكايه واحده بوشين. كلاشينكوف كان عامل زي هارفي دنت في فيلم دارك نايت، بطل جوثام الوطني اللي تحول مع الوقت لتو فيس او شرير المدينه ذو الوجهين، واللي كانت اشهر جمله ليه واللي بتجسد رحله كلاشينكوف: يو ايذر داي ا هيرو اور ليف لونج انف تو سي يور سيلف بيكام ذا فيلن، اما ان تموت بطلا او تعيش لمده كافيه حتى ترى نفسك وقد اصبحت الشرير. احنا كمان عندنا كبشر حكايتين، حكايه اوليه كان فيها هتلر هو اكبر خطر بيهدد العالم المتحضر، وفي سبيل القضاء عليه اخترع الانسان القنبله الذريه والكلاشينكوف، وعندنا حكايه تانية فيها العالم بتاعنا دلوقتي بقى خالي من النازيين ولكنه بقى عالم غير امن للابد بسبب الاختراعات دي نفسها. بس كده يا عزيز، اخيرا وليس اخيرا نسيش في الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات الجديده، تنزل تبص على المصادر، لو احنا على اليوتيوب نشترك على القناه. عارف يا عزيزي انا كمان حاسس بالذنب زي كلاشينكوف بالظبط، كنت بعمل حله رز على الغدا وفاكرها هتنفع البشريه، لكن للاسف طلع الرز معمر. يلا مفيش نصيب بقى، سلام عليكم.